وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعارة السيد أحمد بن زايد الزايد، رئيس ديوان الخدمة المدنية. أستاذ أحمد، بعد التحية، منذ صدور الأمر الملكي والذي بموجبه عهد إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تشكيل مجلس الخدمة المدنية في عام 2018، كان سموه يسعى إلى تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. لو تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. بسم الله، الحمد لله، جزاك الله خير على السؤال، لكن يطيب لي أول شيء، نحن نتكلم الآن عن دور صاحب السمو في قضية رفع مستوى الأداء الحكومي في مملكة البحرين، وهذا موعد بدون ميعاد. أن من قبل 3 ساعات فقط اليوم البحرين حصلت جوائز عديدة في قضية الأداء الحكومي، بس للعلم أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية أطلقت جائزة التميز العربي الحكومي في 23 مايو 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهذا لتشجيع تجارب الممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي كامل والاحتفاء بأصحاب الإنجازات الحكومية المتميزة. البحرين شاركت في هذا الجوائز من ذاك التاريخ. اليوم أعلنت النتائج في جامعة الدول العربية، والبحرين شاركت في مشاريع المؤسسات الحكومية، وكان العدد 7 مشاريع. البحرين تقدمت في جائزتين في كل مشروع. البحرين حصلت اليوم على 5 جوائز في جائزة التميز الحكومي العربي من أصل 12 جائزة. نعم. يعني يعتبر هي نصيب الأسف في ذلك، وهذا يعني بهذه المناسبة يطيب لي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، بمناسبة فوز مملكة البحرين ب5 فئات في جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها المنظمة العربية. ولا شك أن تميز الجهات الحكومية وحصولها على هذه الجوائز الخمس من أصل 12 للممارسات الحكومية المشاركة لهو ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومساندة وإدارة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا بالمناسبة حق اللي صار حوالي 3 ساعات، سبحان الله، يتكلم عن نفس المتكلم عن الأداء الحكومي. أما بالنسبة حق إدارة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء لمجلس الخدمة المدنية، ألخص أن نظرة صاحب السمو حق مجلس الخدمة المدنية في نقطتين. النقطة الأولى أن دائما أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء دائما يركز على أن المواطن هو الهدف والغاية، وأن يكون الاستغلال الأمثل في المواطن. هذه نظرة دائما يأكد عليها لنا صاحب السمو. الأمر الثاني أن يهتم كثير جدا العنصر الثاني لرفع كفاءة مستوى الأداء الحكومي، أي زيادة الإنتاجية للمستوى الحكومي. وقيادة حق الحكومة كانت يعني تتمثل في التخطيط دائما البعيد، وكذلك المتابعة الحثيثة والمحاسبة في لجميع المؤسسات الحكومية. فلذلك أنا ودي يعني أتكلم الآن عن أرقام، عن ما قلت أو أدلل على أرقام بما يقوم به صاحب السمو في رفع مستوى الأداء الحكومي في مملكة البحرين. البحرين وصلت إلى يعني زي ما يقولون الدين العام تجاوز 11 مليار دينار. كان لابد من حل سريع وناجع بالنسبة لهذا الأمور، فصاحب السمو ولي العهد أطلق برنامج التوازن المالي، وكانت فيه 6 مبادرات. من المبادرات اللي تخص ديوان الخدمة المدنية اللي هو
التقاعد الاختياري. نعم. وهذا ليش انا اقول ان طويل العمر انه دائما يتكلم عن المواطن قاي وهدف. قال اختياري، اي مواطن الموظف الحكومي له اختيار، اما يكف وظيفته او يطلع تقاعد اختيار او يطلع تقاعد اختياري بمحض ارادته. وفذلك فعلا يعني خرج من هذا التقاعد حوالي اكثر من 8000 موظف، يعني ما ادى الى يعني نجاح الاثنين الموظفين، خرجوا ب يعني بعزه وكرامه. نعم. وبراتب طيبه. وكذلك الحكومه وفرت حوالي 125 مليون دينار في السنه، يعني في الدوره الماليه سنتين نتكلم عن ربع مليار دينار بحريني. هذا لا شك انه يعني سيكون له يعني امور ايجابيه في قضيه خفض الدين على مملكه البحرين بكل تاكيد. هذا من الامر الثاني، ان هذا ادى عقب خروج 8000 من اصل 48 49000 وصلنا الى 40000 موظف حكومي. اعطانا توجيهات صاحب السمو ولي العهد ان اعاده هيكله الوزارات، وتم اعاده هيكله الوزارات حوالي من 52 جهه حكوميه، ولا شك ان ادى الى تقليص الوظائف الستركتشر حوالي اكثر من 18 وكيل مساعد تم تقليص الوظائف، وكذلك 32 مدير. نعم سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك، والتهاني موصولة للجهات الحكومية الحاصلة على هذه الجوائز على المستوى العربي.